السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أحبائي الغالين كلكم اللي تسمعوني الحين. بدأت الصباح وياكم أذكر الله سبحانه وتعالى وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وبذكر الله تطمئن القلوب وطمن الله قلوبكم في الدار الدنيا والآخرة. قلوا آمين. لا أملك كل الدعاء الغالين. أنا يا إخوة فكان مدينتي الجميلة مصبر عنها والواجب واجب. احمد عبد الرزاق لاعب نادي الخليج مدرب نادي الخليج توفت امه رحمه الله عليها والواجب واجب طبعا في عزام في خور فكان والميت يبال الدعاء ادعوا له ام احمد عبد الله عبد الرزاق وبعد سالم عبد الله عبد الرزاق اللي في شارجه اخوه سالم رحمه الله عليها. فلهبت عدت خور فكان والله لو تشوفون الجو والغيوم اليوم ما بخور فكان كشمير. نعم صراحة الحمد لله رب العالمين الله لا يغير والله يسقيهم المطر بلادي الجميلة. والحلو فيه والأجمل أنهم كلهم يتجمعون في السوق القديم وعبد الله والكابتن عبد السلطان والشباب وخالد القواضي والعليصاع وكلكم بدون استثناء وياسر التمغاوي ولا وخالد القواضي المتبرع باليلسة كل يوم يا خالد القواضي ابن عبد الله القواضي الكرم الله لا 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 لحظة الكرم ما بشيء جديد والكرم ما عليك انت سلف خلف من ايدادك وكان ذكر رحمة الله على ابوك وعمك ويدتك ام ابوك يبونا يدتي الطاهرة رحمة الله عليها يا كز يوم كان ما في جيمر ما نعرف شو جيمر وما في لا انتوا شيء وكابتن ما شاء الله وعلي صالح المشاكس طبعا هذا وعدنان هذا اخوه عدنان حمد خالد حمد ما شاء الله عليه دكتور خالد الدكتور خالد الدكتور خالد حمد وسليمان عبد الله والخال والكابتن المعروف عبد الله محمد سلطان ويسوس وسوالف وضحك وغشمره يقول لك جنة بدون ناس ما تنداس الاول فحل والضحك حلوه ومع لا غشمرتهم لاهليه صراحة علي صالح الصراحة جوة الله طالع شوف الغيوم شوف ما بكشمير خور فكان ما بأوروبا الساحل الشرقي في السوق الله شوف شوف اللهم صلي على محمد شو يطلعني من خور فكان اليوم أنا لا ما طالع ما الله وباسمر على مصعب مصعب الحماء مصعب النقبي حيا الله علي الصالح هذا صديق الطفوله بديتك والله بس من اكبر انا وانت بدينا في الغلط بدينا في الغلط يصبغون وكبرون اعمارهم خلوني انا انزين ما هو اخو رفكا ما هو يا السد هذا عيونه طالع حيا الله ابو عبد الله مع السلامه حبيبنا يطول عمرك ويعطيك العافية. شوفوا الجو شوفوا الأجواء يعني الدش خور فكان ودك تمكرب هلا حياكم الله وش حالكم على وأنا بوي ما عارف الكوفي شوف لكن تعودنا عادي على الكوفي الجديد هذا اللي فاتح لنا مصعب النقبي يا أبوي يا مصعب شوف هذا أول ما الدش خور فكان الفتحة وش حق تصورني تدري اللي صور حق ما هاي يغرمونه قال وقف تعال طبعا هذا السيابي الغالي هذا الشيخ اول ما دشوا الفتح الخور مره اول دخلت السوق هذا النقبي صاحب الاصناع بالعود المشهور سوى المطعم الغاوي وخلق الله كله فيه الحين احنا عيبني اكلم والنبوني انا ما اسي كوفي ما كوفي لكن لا الحين خلاص غيرت رايي في مكان في اكل في شيء يعيبك طبعا وحين بدخل ما شاء الله اصور لك من الحين شوفوا ما شاء الله علي ما عليه كلام ابو انا طايف على الطاير على الطاير على الطاير على الطاير طبعا هاي الكافيه ما اصور منك حريم ما لي حق اني ارفع الكاميرا بس انتوا شوفوا هذا في خور فكان هذا الدلع كله في مقهى او كافتي او كوفي شوب انا ابو امام مطابخ شعبيه مال جدور شنو السالفه لكن عيبني المحل شغل أنتم ما شاء الله يعني يثلج القلب الحين أنا ما رو ما صور حتى العوائل والحريم يعني يأكلون عندهم كلاتهم ما شاء الله غير متميز يعني ترى والي كوفي شوب أنا أسير كل مكان لكن شرط هذا سبحان الله تعالى الإنسان يقول الصراحة هذا مرة أول ما دشوا شوفه هذا أول لفة هذا المقصب الجديد وهذا محل ما هو
والله شجرة الزيتونة تستاهل تستاهل يا مصعب النقب انك ريال مجتهد. وهاي شجرة الزيتون قالوا لي تستاهل اخونا وربيعنا ورجل عصامي هذا عيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم وحبيبكم خالد حرية من مدينتي الجميلة. تعرفون وين؟ خورفكان. الحين مشكلتي وما يخورفكان، كل ما لو عندي شغل برجع ريولي ما تطاوعني. يقول وين بتودر هالغيوم وبتودر هاي الدنيا كلها يا حرية وبتصير لك عندي شغل. الله، هذا فريجي الشرق وما أدراك ما الشرق. الله يا الله الله الله، هذا هذا فريج لين نسيت، هذا نسيت النيرزة، هذا هذا فريجي الشرقي يا حبي لفريج الشرق. بطلع باسيس شارجة عندي شغل عندي غيره. قال لا يا حرية، حد يودر هالمنظر، حد يودر هاي الغيوم اللي تشل الهموم، وبي إن شاء الله المطر، حد يودر هذا البحر اللي يخوز القهر. والله كلام في مكانه. الله يا خور فكان، هذه مدينة الجميلة، وأنا أصور لكم من أعلى قمة فيها من جبل العدواني. الله المستعان. هناك بعمل إيش سوون؟ عمر 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 طول الله عمرك يا سيدي صاحب السمو الشيخ سلطان. أذن ما شاء الله، شوفوا خركان. شوفوا أكبر ميناء من القدم من الأول. هلا هلا الحبايب الاجواء في خور فكان طر من الاخر. يا ربي اطالعوا اطالعوا اشوفوا بعينكم. انا ما ارمس، انا ما برمس. شوفوا شوفوا مدينتي الجميله. لا 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 حريه صراحه، ايه حتى السد اليوم شو قصه السد فايض ما شاء الله. هذا سد الرفيسة، أشوفه شوف الماء. الله الله الله، سد وسط اليبال هذا. نعمها طالع طالع ما شاء الله، سد معروف هذا. شوفوا 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 أبوي، أخاف التليفون يطيح أنا. بس شوفوا شوفوا هذا السد وهذا الحشيش. شوفوا الأجواء أنتم، شوفوا الجو، شوفوا المغيم. يعني ما شاء الله السد مزور للآخر، مرة فايض مرة سد الرفيسة. طول الله عمره سيدي صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، خلى المنطقة هذه جنة 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 جنة. ما حلاك يا وطن يا وطني يا حبيب يا ابو تراب الطيب، حتى نارك جنة. الله شوفوا شوفوا تعالوا شوفوا الجمال، شوفوا الحلا، شوفوا الوادي هذا، شوفوا شوفوا السد متروس متروس مرة فايض بعد. وأنا الحين راجع إلى مهمتي، عندي طبخ، عندي طبيخ باكر، باشل مزرعة باشل جدوري وباشل شغلي. روح يا حرية والرب حافظ. شو
عمل والعمل عبادة.